السلام عليكم الاخوان، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، امور هانيه، كنتمنى تكونوا في صحه جيده ان شاء الله. الاخوان حنا كنتواجدوا في طنجه الباليه، غادي نمشيو نشوفوا الاخوان كما قلت لكم، غادي نمشيو نشوف واحد الطرف ديال الارض في التجزئه ديال الوحده كما كتشوفوا معايا. غادي نحاول نعطيكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل على هذا الطرف. هذا الاخوان طرف مزيون كما كتشوفوا، الارض مسلمه وراه البناء كاين موجود، وبالنسبه للطرف ديال الارض فيه المساحه ديالو 100 ديال المتر، الشارع ديال 12، وفيه الثمن صراحه مناسب، الثمن مزيان الاخوان. كاين هنا مع هاد الديار هادو، بين هاد الديار هادو غادي نمشي تنعي المكان، غادي نصور لكم الموقع بالضبط وغادي نعطيكم جميع التفاصيل ديالو جميع المعلومات. كما كتشوفوا راه قريب من الشارع، قريب من الشارع اللي كيمشي لطنجة البالية. الشارع هو هذا، ها هو الشارع، الشارع الاخوان، الشارع هو هذا اللي كيهود لطنجة البالية، ها المنطقة ديال طنجة البالية ها هي. وهاد الطريق هذا كيمشي اتجاه ديال مغوغة، اتجاه ديال المرجان ديال مغوغة، وهذا الشارع الرئيسي كما كتشوفوا هنا، راه رون بوان كبير هنا. طنجة ديال الوحدة راه هي هادي، ها هي التجزئة ديال الوحدة هي هادي كما كتشوفوا. غادي نمشيو حتى نعين المكان. ها هي الاخوان قريبه، الناس اللي كتسول على الاراضي اللي قريبه للبحر، هذه راه قريبه للبحر الاخوان، قريبه للسنتر، قريبه اي بلاصه ديال اتجاه ديال المدينه، المنار اتجاه ديال، بغيتي تمشي اتجاه ديال القصر الصغير، بغيتي تدخل قلب المدينه بلايا، المهم هذه راه قريبه للبحر. الناس اللي كتواصل معايا اللي كيقلبوا على الاراضي قريبه للبحر، بعض الناس كيقولوا لي راه ما خصناش اتجاه ديال المحطه، او ما خصناش اتجاه ديال العوامه، كيقولوا لي راه قريبه بعيده شويه على البحر، كيقلبوا في طنجه الباليه. بقاو معنا الاخوان، غادي نمشي نشوف الطرف ديال البحر. صافي، كما كتشوفوا الاخوان انا كنحاول نصور لكم فيديو واضح باش الناس، لان كاين بعض الناس كيسمعوا على التجزئه ولكن ما كيعرفوهاش فين كتجي فين جات بالضبط. انا واخا كنلقى المشاكل في التصوير اللي هو واضح، ان كيتصلوا بيا الاخوان كيقولوا لي علاش كتصور ديك فيديو واضح، انا ما كديها في شي واحد ورزق على الله، انا اللي كانوا الكريان ديالي مرتاحين وكيرتاحوا الفيديوهات ديالي، انا كنشوف الكليان شنو كيحتاج، انا بيدي راه عاوتاني كنتبع الناس ملي كنشوف شي واحد كيصور شي حاجه واضحه راه كتعجبني. هادشي اللي كاين الاخوان، هانتوما كتشوفوا التجزئه ديال الوحده راه هي هادي. غادي نحاولوا نمشيو نشوفوا ديك الطرف ديال الارض اللي قلت لكم، بقاو معنا الاخوان، بقاو معنا. كما كتشوفوا الاخوان حنا راه وصلنا في عين المكان، غادي نشوفوا ديك القطعه ديال الارض كما كتشوفوا، ها هي هما الديور كيطلعوا هنايا، والشارع راه هو هذا. بالنسبه للقطعه الارض هي هذه، ها هي لاصقه مع الدار، هي هذه فيها 100 ديال المترو، عند الشارع ديال 12، وعاد زائد عند الباركي هنايا قبلته كاين باركي كما كتشوفوا، راه كاين باركي كبير هانتوما كتشوفوا. ها هو الشارع كبير الاخوان، كاين شارع كيهود من هنا وكاين شارع كيمشي هكا، كاين جوج ديال الشوارع هانتوما كيتفرقوا، هنا الشارع هو الشارع هو، هادو كيمشيو للسنتر القلب ديال المدينه. كما كتشوفوا البقعة هي هادي، ها هي البقعة ديال الأرض كما كتشوفوا الإخوان، نحاول من بعد شوية باش تبان لكم واضحة. كما كتشوفوا هنا راه كيعطيو الكراج وجوج ديال الطبقات كما كتشوفوا، كما الناس كيبنيو هنايا كراج وجوج ديال الطبقات. وهنا الأرض مسلمة، والسيد راه يمشي معاك عند الشركة وغيتنازل لك على، لأنه هو الشاري مازال مفتوح على الشركة، ولكن راه كملنا الخلاص ديالها، خلاص مكملنا هادي، غادي تحاول تعطي رزقو للسيد وغيمشي معاك البيرو، غيدير لك يتسلسل لك على القطعة، وغادي تمشي تحفظ، غادي تمشي تحفظ الأرض ديالك. هادشي اللي كاين الإخوان كما كتشوفوا، بالنسبة للأرض راه هي هادي، ها هي كتبدا من البداية ديال اليوم، كاين شوية ديال الشرق هنا الإخوان، وقيلا ما عرفتش واش غتسمعوني مزيان. كما كتشوفوا هادي هي الواجهة ديالو، الحدود ديالها، عرفتي الرجمه ديالو فين غادي تكون. المهم راه الواجهه ديالو راه هي هذه الاخوان، كما كتشوفوا الواجهه ديالو هي هذه،
ما عرفش بالضبط الحدود ديالها، ولكن راه ملي كيجي المهندس كيعدل لك الرجمات ديالك راه ساهل، كلشي عنده في بلان. هانتوما كتشوفوا الاخوان القطعه راه هي هذه، ها هي القطعه هي هذه، انتما كتشوفوا راه جات بيض ديال هنا، راه كلشي كيبني هذا تبارك الله. هانتوما كتشوفوا، هانتوما هنا كيتبناو العمارات، ها هما العماره كيتبناو، هانتوما كتشوفوها هنا بلاصه مزيانه هنايا، راه قريبه للمدينه. ها هي بلايا، هانتوما كتشوفوا بلايا، ها هي بلايا، ها هي السونتر ديال المدينه، القلب ديال المدينه، راه كتهود من هنا نيشان كتخرج للمدينه، عندك جوج دقائق انت في بلايا في القلب ديال المدينه. الناس اللي كتقلب على الاراضي اللي قريبه للبحر، هادشي اللي كاين. انا هاد الفيديو هذا نزلته لان كاين بزاف ديال الاخوان اتصلوا معايا، اتصلوا بيا بغاو الارض الاتجاه ديال طنجه الباليه تكون قريبه للبحر. هادشي هذا باش انا عملت هاد الفيديو هذا، اللي عجبته هاد الارض يتصل بيا، الثمن ديالها 8500 درهم، 8500 درهم فيها 100 ديال المترو. اللي بغاها مرحبا الاخوان، السيد راه كاين موجود وحنا موجودين، والواتساب ديالي بحال دائما 0662 62 13 68، وان شاء الله ما يكون غير خير. وشكرا الاخوان، بارك الله فيكم، فيديو اخر ان شاء الله.